اهلا 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 وسهلا بكم، وحلقه جديده في اول رمضان بالنسبه لشخصي المتواضع وبرنامجكم التاسعه في شهر رمضان. صحيح، بالمناسبه بالظبط اللي كانوا بيقولوه زميلاتي العزيزات على واتشت، الحقيقه يعني الجوده سوبر، حاجة يعني عظمة على عظمة، سريعة جدا، مفيش أي تقطيع، بتتفرج على الحاجة بكواليتي عالي إلى أبعد الحدود، واللي يفوت مسلسل يقدر بقى يقعد كده ينقنق مع واتشت، يتفرج بقى على الحاجات، مثلا والله اتفرجت على حاجة هنا على الحياة، فكنت نفسك تشوف المسلسل اللي على أون تي في، خش على واتشت. شفت حاجة على الأولى فعايز تتابع حاجة على دي أم سي بس ما لحقتهاش، خش على واتشت، وهكذا. مجموعة كبيرة جدا من المسلسلات، ومسلسلات حلوة بالمناسبة. أنا ما لحقتش طبعا، احنا لسه يدوب بقالنا 48 ساعة رمضان، ما لحقتش أشوف كل الحاجات، لكن لفت نظري بقوة جدا 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 رسالة الإمام. رسالة الإمام بالمناسبة هو وسره الباتع، أنا بتكلم هنا بقى على مسلسلين، ومش بس كده لا، وخد معاهم بقى سوق الكانتو. عندك ثلاث مسلسلات بالتحديد عودة بقوة للمسلسلات التاريخية، فتعود مصر مرة تانية بمنتهى القوة، تقدر تسميها بقى إيه، ضربة التنين. ثلاث مسلسلات تاريخية في رمضان تعرفك على حاجات وعلى مراحل تاريخية وحقب تاريخية مختلفة حصلت عندنا في مصر، سواء إذا كان من أبعادها زي رسالة الإمام، أوسطها في الحالة بتاعتنا هي سر الباتع، أحدثها في نفس ذات الحالة، يبقى هو سوق الكانتو. طيب خد بعضك بقى وروح على الملاحم والبطولات واتفرج على الكتيبة 101، أظن هتتفرج على المسلسل ولا أروع. كما جرت العادة تعودنا في رمضان إن احنا لازم نشوف ملحمة من ملاحم جيشنا وشرطتنا العظيمين الحقيقة، فده هتقدروا تتابعوه على الكتيبة 101. في مسلسلات تانية اللي هي المسلسلات صاحبة الروح، أو تقدر تقول إيه، الكتابة الاجتماعية، زي حضرة العمدة على سبيل المثال. وحضرة العمدة مسلسل أنا أشوفه مهم قوي إنك تتابعه، ومهم قوي إنك تشوفه، لأن ده جزء من ما قد نطلق عليه برضو معركة الوعي بتاعتنا، إن إحنا نبدأ نعي قضايانا جيدا في شرائح مختلفة من هذا المجتمع، في أماكن قد تكون بعيدة عن المدينة، وده أساس حضرة العمدة من غير ما أحرقه، لحد ما نكلم أستاذ عادل أديب مخرجنا الرائع والعظيم، مخرج هذا المسلسل، واللي كما جرت العادة لازم مسلسله ويبقى من أعظم المسلسلات اللي بتبقى موجودة. عندك كمان بالمناسبة علاقة مشروعة ياسر جلال، وأنا زي ما كنت بقول لكم يعني أنا دايما شهادتي في ياسر جلال مجروحة، لأن أنا أحبه يعني أحبه جدا، أحبه وأحب أتفرج عليه وأحترم أداؤه جدا جدا لأبعد الحدود. ماليش حظ جيد إن احنا اتقابلنا قبل كده مرة أظن في حاجة، يعني كانت سلامات، عارف أنت سلامات البروتوكولية دي، بس هو راجل لطيف يعني، مسلسلاته دايما حلوة ودايما بيدي أداء جميل وجيد ومتطور طول الوقت، وما بيحبسش نفسه في حالة، وده جزء برضه بالمناسبة من ذكاء الفنان. حد زي ياسر جلال طول الوقت مش حابس نفسه في حالة معينة ولا حابس نفسه في كاركتر معين. عندنا ايه كمان؟ مكي يا جماعة، مكي مذهل يعني، احنا بنتكلم كده على الكبير رقم 7 صح؟ كده احنا 7. انا عايز اقولك انه انت هتجد جيل موجود دلوقتي كان بيشوف الكبير من هو لسه طفل، يعني في ولاد دلوقتي هم شبان زي الفل، فكانوا بيشوفوه هم اطفال. وده بالمناسبة من ضمن الحاجات اللطيفة اللي احنا بعيدا عن ان هو مسلسل كوميدي، يعني مثلا زمان احنا كنا نشوف الشاهد والدموع سنة في التانية في التالتة الى اخره، نشوف ليلى الحلمية سنة في التانية في التالتة في الرابعة وهكذا. ورأفة الهجان على سبيل المثال، مسألة انك انت بتكبر وجنبك مسلسل قاعد عمال انت ايه بيشكل جزء من ذكرياتك، انه لما انا كنت مش عارف في تالتة اعدادي فمش عارف، ولما كنت في اولى ثانوي حصل كذا وهكذا، الحاجات اللطيفة. وزي ونيس، بس أنا كنت كبرت أيام ونيس بالمناسبة، بس مش دي المسألة. لا، أنا عايز أقوله لك إنه رمضان السنة دي فعلا غني جدا، يعني الحالة الدرامية بتاعت رمضان أو حالة المسلسلات بتاعت رمضان غنية جدا، ثرية جدا، مشبعة جدا، أنت عندك فيها كل حاجة، عندك كوميدي، عندك اجتماعي، عندك تاريخي، عندك ملحمي، وعندك أكتر من حاجة كوميدي كمان، يعني في المسلسل بتاع أحمد أمين ما هو برضو كوميدي اللي هو الصفارة، في إيه تاني برضو كوميدي يا جماعة،
عايز افتكر لكم، بس خلي بالكم برضو احنا يا دوب بقالنا هم ليلتين رمضانيتين ودي الثالثه، انا شخصيا ما لحقتش لسه اتفرج النهارده على حاجه، فلما هروح هبقى هتفرج ان شاء الله. الف حمد لله على السلامه. يسرى برضو كوميدي صح؟ يعني انت كده بتتكلم على كوميدي، في حوالي ثلاثة او أربعة كوميدي، وعندنا ثلاثة تاريخي، وعندنا هتلاقي برضو اثنين ثلاثة اجتماعي ايه ده؟ ايه العز اللي احنا فيه ده؟ والله بتكلم بجد، انا بنبسط قوي لما بلاقي ان رمضان المحروسة لو صح التعبير، رمضان المصري دسم حلو مشبع يبسطك ويرجع تاني لمة الأسرة المصرية قدام التلفزيون، تقعد وتتفرج. يطلع بقى التلفزيون ده عن طريق البث اللي انت بتتفرج عليه، عن طريق القنوات بتاعتنا، سواء اذا كانت الاولى دي ام سي سي بي سي اون تي في، الحياة كده عظمة على عظمة. طيب ولو فاتك حاجة زي ما كنت بقولك واتش ات على طول، وانا اعتقد ان واتش ات اصبح قريب قوي من انه يتحول الى منصة دولية او منصة عالمية، قريب يعني جدا، لانه ما شاء الله تاتش وود، بس الود موجود دلوقتي هناك، ماشي عمال بيجري بسرعة. على كل اللي انا حديث حول المسلسلات الدرامية اكتر يمكن مع مجموعة من ضيوفنا عبر التليفون هنتكلم معهم زي ما كنت بقول لكم، يعني احنا هيبقى لنا مكالمة كده برضو في السريع مع استاذ عادل اديب، اظن هيبقى لنا برضو مكالمة مع آية سماحة، وهلم جرة، والتلاتين يوم باذن الله يعني هيجروا معنا تقريبا الكل. انا ادعوكم للمشاهدة، ركزوا قوي السنة دي مع رمضان لانه بجد هتتبسط. نستأذنكم في فاصل، نروح نقعد عند الود علشان نعمل تاتش وود ونرجع نكمل الكلام. وهي العمودية دي حاجة مهمة؟ الكل لازم يعرف ان احنا اللي بنوزع الادوار واحنا اللي بنفرق الورق. أنا صفية الفارس، أنا صفية الفارس. خلعتلكوا راسي يا ولاد الكلب. هنمد إيدينا بالسلام، ما سلموش نسلم عليهم بالسلاح. سيبنا لك البحر يا شلباية، أنت وأخوك اتغرقوا في الناس الغلابة. ده مشروع أنا عامله لتل الشبورة. الغبي هو الذكي اللي فاهم انه ذكي لوحده. مبقاش كمان نقصات عقل ودين يتكلموا. العالم بره هيحتاجنا وعمره ما هيقدر يستغنى عننا. اللي يعرف يخلص يشيل. انت عارف بتكلم مين؟ انا هجيب لك حقك تالت متاني. وين ما رجعش؟ انا عارفه انت جايه هنا ليه. هو انت مش قلتي الكلام الخيبان ده قبل كده؟ وانا قلت لك هسجنك. هو ده القانون يا حضره العمده. بأموال عامة لازم يبيع واحنا اللي هنشتري. لو فتحت بوقك في الموضوع ده تاني ما يكون لك عيش فيه. ده الناس اللي ما تعرفش ربنا. درغام بيضغط بغباوة. عايز تحرق أرض الفوارسة؟ خوف بقى ولا مصلحة؟ السم ده تخصص الدهايشة يا كابتن. المهم دلوقتي لازم نوقف اللي اسمها صفية دي عند حدها. دكتورة صفية عارف الفارس؟ عمدة تل شبور، عمدة تل شبور. ما هذا المسلسل؟ ما شاء الله تاتش وود، انا اظن ان ده اكتر مسلسل فيه عدد من النجوم، كل واحد فيهم يشيل مسلسل 30 حلقه لوحده، انا اظن كده يعني. ده هيبقى يا جماعه وفاء عامر طالعه بتضرب نار. انا هنا يا استاذ عادل، كل سنه وانت طيب ورمضان كريم. الله اكرم يا استاذ يوسف. ايه اللي بتعمله فينا ده بقى؟ والله إيه ده بقى؟ انا يا فندم انا موعود بس مش اكتر. يعني انا موعود طول عمري بكميه عظيمه من ربنا بكده بيكرمني بمجموعه كبيره جدا جدا من الممثلين في كل عمل. لا دي ما شاء الله حاجه عظمه. يعني المفترض انه في الحاجات اللي زي كده بتتقال جمله، وكيف تستطيع ان تدير هذا العدد الهائل من النجوم في عمل واحد؟ بس انا عارف امكانيات وقوه عادل اديب يعني، فمش هسال السؤال ده. لا ببساطه صديقي، هي مساله بسيطه جدا، بالحب والثقه بس.
هم دول المفتاحين العظام والإخلاص، يعني حب وثقة وإخلاص. إنك لما الناس قوية. بتحس إنك إنك بتحس إنك خايف عليهم زي ما أنت خايف على شغلك، وبتتعامل معهم في كل صغيرة وكبيرة، بيلينوا بيحسوا إن هم ده عملهم، بيحسوا إنه ده شيء مهم بالنسبة لهم، بيحاولوا يقدموا أحسن حاجة. في تنافسية كانت بتبقى موجودة ما بين كل هؤلاء النجوم، كله بيحاول يقدم أحسن شيء فيه، تحس كده إن في تنافس. لكن ده بطل العمل الواحد ما يبقاش عنده تنافس للأسف. طب صححني لو أنا غلطان، الممثل قوته بتبان لما بيتحط وسط مجموعة أقوية، صح؟ أكيد أكيد. لوحده ما يبانش قوي، يعني ممكن يشيل العمل وينجح ويبقى زي الفل، وخصوصا في الدراما التلفزيونية. الدراما السينمائية أقول هو نجم واحد، الدراما التلفزيونية طول عمرها هي مجموعة من النجوم وليس نجما واحدا للأسف. بس هم في الأونة الأخيرة بقى لنا فترة يعني بيخلوها اللي هو فرد واحد، وهذا خطأ. الدراما التلفزيونية طول عمرها مجموعة كبيرة جدا من الممثلين الأكفاء والعظام. أنا عايز أقول لك على حاجة هي بره حضرة العمدة خالص دلوقتي، وأنا عمال بسمعك صوتك تقريبا يكاد يصل إلى حد التطابق مع الراحل العظيم الأستاذ عبد الحي أديب. أكيد أبويا وبفخر بيه. الصوت هو والله بجد الله يرحمه، يعني أخد واحد على 10 من إمكانياته مش صوته. يا سلام، الله يرحمه يا رب ويطرح فيه الجميع على البركة يعني. يا رب آمين يا رب. طب في حضرة العمدة تحديدا، أنا عارف أن أنا استحالة هسأل أي سؤال يؤدي إلى حرق أحداث المسلسل، لأن أنا حاولت أوصل مع وفاء عمر لأي حاجة ما رضيتش تقولي، جبت يمين جيت شمال ما عرفتش برضو. فالسؤال بقى هنا، هل وإنتوا بتعملوا المسلسل أنت والأستاذ إبراهيم كان في عندكم بعض التباينات في بعض من وجهات نظر المسلسل، ولو حصل ده عالجتوها ازاي؟ بص مش هضحك، ما كانش عندنا هذا الوقت، احنا كنا بنكتب واحنا بنشتغل، ودي طبعا احد مشاكل فكرة الدراما في هذا الزمن، ما عندناش الوقت ان احنا نسوي الامور او ناخد وقتنا فيه، ولكن عن طريق السرعه والتلاقي او عدم التلاقي ايا كان بنحاول ناخد قرارات سريعه. من المركب بتشغل راسين بتغرق زي ما بيقولوا، وفي النهايه زي ما علمونا الخواجات قال لك ذا ريل ستوري تيلر اوف ذا ستوري از ذا دايركتور نوت ذا سكريبت رايتر، يعني الحكواتي الحقيقي للقصه مش الكاتب، هو المخرج في النهايه. أوكي. يعني مع احترامنا الشديد جدا طبعا لوجهه نظر الكاتب الموجوده، ان انا اللي بحكي القصه في الاخر مش هو طبعا، انا اللي بوصلها للناس، فعليا ان انا اقنع الممثل الموجود معايا بيها واقنع الجمهور، يعني دي نقطه مهمه جدا يعني. طب فبالتالي كنا بناخد قرارات سريعه جدا قد تتفق مع ما يقوله أستاذ إبراهيم أو قد لا تتفق معه أحيانا، ولكن اللي احنا اتفقنا عليها احنا وفريق العمل واحنا بنشتغل، يعني دي مسألة بتبقى قايدة السرعة والوقت لضغط الوقت اللي احنا فيه. طبعا كنت أفضل ان احنا نقعد نتناقش أكتر، لكن ما كانش فيه هذه المساحة الكبيرة يعني فيه. الكلام نمرة واحد. الكلام نمرة اتنين بقى. نمرة اتنين العمل، عشان أرد عليك القصة باختصار ببساطة شديدة جدا، احنا عايشين بنحاول من خلال عمل رمزي للقرية الرمزية اللي قالها الأستاذ إبراهيم عاشور، هي غير موجودة، هي تل شبورة، ما فيش قرية اسمها تل شبورة طبعا، هذا العالم اللي خلقه الكاتب الأستاذ إبراهيم عيسى حط فيه واقع، واقعنا اللي احنا عايشين فيه، لكن بيقدر يمزج بينه وما بين أحداث زمن الماضي وزمن اليوم، عشان نقدر نفهم اليوم لكن نفهم الماضي. فإنك تمزج الحاجتين دول بشكل جديد مختلف، إنك تعمل عمل رمزي واقعي في نفس الوقت، دي مسألة شديدة الصعوبة، وفي نفس الوقت يبقى فيها سسبنس، وفي نفس الوقت يبقى فيها ميلو دراما أو ما يسمى بالميلودراماتيك فورم. عجينة غريبة ما درسناهاش ولم نعمل بها من قبل، فهي معادلة غريبة شوية. النص باختصار عشان تقدر تتكلم عن فكرة تمكين المرأة وتفتح هذا الدم الكبير بمشرط جراحي كبير جدا وتستأصله، لازم تدخل في أمور كثيرة جدا، بداية من ختان المرأة، هذه العاده اللي قضت على بيوت كثيره جدا. صحيح. جدا جدا في مصر، وكان سبب في الطلاق نسبه كبيره جدا جدا موجوده، تمام، الى مرورا بالزواج القاصرات، مرورا بالهجره غير الشرعيه، مرورا بالتشدد الديني، مرورا بالمستريح، مرورا بالفساد، مرورا بالاقتصاد، مرورا باشياء كثيره جدا جدا جدا، ما ينفعش تنفصل ابدا وانت بتتكلم عن المراه وهي نص المجتمع، وقد تكون هي المجتمع كله لو اجازنا القول يعني،
ما ينفعش ما تكلمش عن كل ده بشكل مستفيض. ويمكن دي ميزه هذا النص، انك بتقول وبتسرح في امور كثيره جدا 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 عايشينها مع بعض، لمسينها مع بعض بواقع جدا جدا، ولكن بتحللها وبتحاول تفقع الجمل زي ما بيقول في كل قضيه انك تجيب اخرها، مش مجرد تفتحها وخلاص. طيب ده هيخليني برضو اروح في حته كده، انه كل القضايا دي ما خلقتش عندكم خشية من انه لما يتم تناولها في نفس ذات العمل، عمل واحد، تخلق ازدحام ما عند المشاهد، وفي نفس الوقت عندكم انكم تقدروا تعبروا بشكل كامل عن كل قضية؟ بص، وارد ده، كل ده وارد، لكن عايز اقول لك حاجة. اول ما بتجيلك مساحة انك تقدر تقول، انك تقدر تتكلم في كل ده، هل بتسمح ليه كل مره؟ هل ممكن تلاقي هذه الفرصه؟ ولو لقيت الفرصه، هل ممكن تلاقي جزء واحد بس منها؟ فاهمني؟ فاما بلاقي ده، بالعكس انا جعان، يعني انا جعان وعايز اتكلم في حاجات كتير، عايز افتح مواضيع كتيره، عايز اتكلم في اشياء كتيره. وبصراحه صبري وعيسى شاور على منطقه شديده الاهميه، تمكين المراه، وخد هذا الموضوع وكبر فيه زي ما انت عايز، وافتح فيه مليون موضوع. المرأة المصرية او المرأة العربية بوجه عام، مع التطور اللي بيحصل في العالم كله بنشهده حتى حوالينا، احنا في اشد الحاجة ان احنا نفتح هذا الموضوع عشان نغير العقول. صح. فكرة تغيير العقول دي مسألة، او التنوير دي مسألة صعبة جدا جدا. فاول ما بلاقي ان عندي هذه المساحة ان انا اقولها بشكل مستفيض، يا ريت، لان كل مره بناخدها في حته صغيره، في مشهد، في شخصيه، لكن عمرنا ما اتكلمنا عليها بشكل عام، بشكل كامل متكامل. وده اللي خلاني اتحمس لهذا الموضوع، ان انا بتعامل مع امور انا بتكلم فيها كل يوم وبشوفها قدامي كل يوم، ونادينا بيها كل يوم، ولساننا يعني زي ما يقولوا يعني صوتنا اتنبح فيها كتير. فلو عندي مساحه ان انا اغير، ليه لا؟ ده هدفنا. عشان كده اما الناس بتسالني رمضان ومش رمضان، بقول لهم يا جماعه انا بعمل عمل ليه معنى؟ انا ببص رمضان ولا بره رمضان ولا جوه رمضان، انا بقول ايه؟ وهل الزمن اللي احنا فيه يهمه ده ولا لا؟ وهل الانسان المشاهد، وخصوصا في السي والبي، انا هنا مش بكلم الايه، مش بكلم حتى التين ايج والشباب، لان ده مش موضوعه، لكن انا بكلم القاعده العريضه من ستات البيوت والامهات والستات اللي هي موجوده في البيت السي والبي. انا بخاطب هذا النوع، عشان كده اخترت حتى الشكل البسيط جدا 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 في شكل الصوره، انه ما بقاش متغرب، انه يبقى واقعي، يبقى قريب قوي من الناس، يبقى بسيط جدا، عشان اقدر اقرب للناس، وتبقى اللغه سهله وبسيطه، ونتنقل من مكان لمكان، من موضوع لموضوع بسهوله، وتحس ان الحوار قريب جدا 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 من الناس. ده اللي حاولت اعمله. أنا أشكرك جدا 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 على المداخلة دي، وبالطريقة دي يعني أنا يعني كده أنا كنت متشجع أتفرج على المسلسل، فأنا كده يعني عارف أوعى تغير المحطة، فأنا قاعد مركز مع المسلسل لحد آخر حلقة فيه. ربنا يوفقك يا رب، وكما جرت العادة قادر دائما على الدخول في أدق التفاصيل وفي ثنايا الموضوعات والتطرق لكل ما فيها دون اي اخلال، ما شاء الله، يعني حقيقي بجد. يعني بنحاول علينا ان احنا نحاول زي ما بيقولوا، نفضل نحاول. البلد محتاجه هذه المحاوله. صح. احنا في مرحله صعبه جدا في العالم كله مش في مصر. صح. ومحتاجين هذا النوع من التنوير، محتاجين نسمع بعض، محتاجين نتكلم مع بعض، محتاجين نتناقش مع بعض، مش نختلف مع بعض. أكيد. أنا بشكرك مرة تانية، مخرجنا الكبير أستاذ عادل أديب، مخرج مسلسل حضرة العمدة، كتبه الأستاذ إبراهيم عيسى، بطولة كتيبة مهولة من أروع النجوم المصريين. تابعوا المسلسل ده لأنه بجد هيعجبكم. عندنا إيه بقى تاني؟ ممكن بقى نشوف حتة كده ولو بسيطة من الصفارة، وبعدين نرجع نكمل الكلام. شيرين مراتي قمر ومبسوطة. شفيق أنا مش قادرة أتخانق خالص خالص خالص، لو سمحت كمل لبسك بقى علشان تلحق حاجتك المهمة. الحلو مقموس. أكيد وحشها ده حب عنيف شكله، ده بيزيد كمان بعد الجواز. فاكرة اليوم ده يا شيرين؟ فاكرة. المهم انت تكون فاكر يا روحي. انا فاكر طبعا،
انا فاق بس يعني احب ان احنا نفتكر مع بعض. احكي لي بقى كل دقيقه في اليوم ده عدت ازاي؟ عدت وانت قاعد ماسك الموبايل بتبعت ايميلات. ما انا اكيد كنت بعمل كده حبيبي علشان خاطر عشان خاطر حياتنا والبزخ اللي احنا فيه ده وعشان الشبق الاستهلاكي اللي عندك ده ربنا يزيح عنك. بس يعني ما سبتش الموبايل ولا لحظه؟ اكيد سبت صح؟ صح. الله اكبر. طب احكي لي بقى سبت الموبايل وعملنا ايه؟ انا عايز تفاصيل، احب الدقائق. سبت الموبايل ومسكت الايباد عشان جات لك فيديو كول. سبتني ليله دخلتي ودخلت كول. دخلت جون ازاي يعني؟ كول انا عملت كده. بص حبيبي، يعني اي زوجين في الدنيا اكيد بيبقى في عندهم بعض المشاكل، مفيش حياه زوجيه بتبقى حلوه طول الوقت. طب مفيش حاجه حلوه خالص انا عملتها في الست سنين اللي فاتوا دول؟ لا عملت، جبت لي الهبابه اللي شغاله بره دي. اه والله شكلها مريبه جدا. وانا قايله لك 100 مره ان انا مش محتاجه حد يساعدني، بس ازاي لازم تقول لي حرام قطع الارزاق بجامله؟ يعني هي جت على دي؟ خليني ساكته. عادي، يعني جيت في رحلتي عشان اتحول الى هذا الحوت المستدير، اكيد كان ليا اخطائي. ركز في الشغل، شغل شغل شغل، عندي اجتماع لازم اركز. عن اذنك. انت بتعمل ايه؟ اخد دش. وتاخد دش في اوضتي ليه؟ ما تاخد دش في اوضتك. اوضتك؟ هو كل واحد قاعد في اوضه؟ ايه ده، هو في غلطه في الحجز ولا انتوا رشين عشان النمل؟ شايفي انا مش قادره اتعصب خالص. ماشي اتفضل روح اوضتك عشان تلحق حاجتك المهم. لا شيرين، اوضتي واوضتك دي كتير قوي. اسمعيني حبيبتي، اتفضل خد الكول اللي جايه لك دي علشان ما يفوتكش ديل او صفقه كبيره اكيد اهم مني. اتفضل. مش مهم صدقيني والله الحاجات دي. شيرين. ايوه يا زفت. جاهز يا بيه؟ يلا الناس دخلوا الميتنج. وجيه انت اللي كلمتني اللي دخلتي صح؟ محدش يقول ان دي حلقه النهارده يا جماعه، مش انا ما شفتش الحلقه دي، انا شفت حلقه امبارح لما كان قاعد في العربيه الحلوه دي. دي مش حلقه النهارده؟ لا حلقه النهارده مش امبارح. لا استحاله. احنا ناخد راي ايه سماحه في الموضوع. احنا ايه سماحه معانا على التليفون صح ولا انا بتهيألي؟ الو ازيك يا ايه؟ ازيك يا يوسف؟ كل سنه وانت طيبه. رمضان كريم. وانت طيب ربنا يخليك. كل سنه وانتوا طيبين. انت شفتي الحلقه دي صح معانا دلوقتي؟ انا لسه راجعه من التصوير. ما لحقتش اشوف حاجه. لسه ما لحقتش ولا اي حاجه. طيب هقول لك مشهد انت وامين قاعدين وعمال بيكلمك ويا ترى الفرح، واصلا انت دخلت على فيديو كول وخرجت من الفيديو كول. دي تعتبر الحلقه الثالثه صح؟ دي كانت امبارح. دي كانت امبارح؟ ما اللي انا شفتها امبارح دي كانت ايه يا جماعه؟ انتوا هتلخبطوني. كانت حلقه اول امبارح للدرجه دي؟ انا انسان مش مركز في حياتي. طيب مفيش مشكله. لا ده رمضان. ده رمضان. لا ده ممكن يكون السن يعني هنفوت دي ونتخطاها ونذهب الى مرحله اخرى. سؤال بقى عن الصفاره. انا كل اللي فاهمه دلوقتي انه امين جاب الصفاره بتاعه توت عنخ امون، صفر بيها، حصل له كل اللخبطه اللي في حياته دي. هل احنا هنكمل في نفس الحدوته ولا هي هتبقى اكتر من مره، يعني يفوق ويصفر تاني وينتقل الى حياه اخرى او نمط مختلف، ولا انتم مكملين على نفس القصه يعني دي تحديدا؟ يا رب بس ما بقاش كده بحرق اي حاجه. لا لا عادي هو ده هيحصل كتير. يعني هي الفكره ان هو كل مره بيرجع 3 دقايق لنفس اليوم اللي كان مهم بالنسبه له قوي، اللي هيقدم فيه البرزنتيشن علشان يترقى ويتقدم لي علشان نتجوز. يعني اليوم ده كان مهم قوي، اللي هو اليوم بتاع الحفله، اللي دايما بيرجع له تاني علشان يغير اكشن واحد في اليوم، فبيترتب عليه بقى مواقف مختلفه. هو كل مره عاوز يظبط حياته فبتبوظ منه اكتر. بيحاول يظبط كل مره بالظبط، ونشوف بقى هتظبط ولا لا. مش عايزه اقول اكتر من كده. طب هتظبط في الاخر؟ معرفش. لا تقولي لسه مخلصتش التصوير ولا تستدرجني ولا ما اعرفش. قدر الاستطاعه. الشغل مع امين سهل ولا متعب؟ يعني انا متصور انه اكيد الشغل معاه متعب، يعني هتلاقي نفسك طول الوقت ما بتبطلش افيهات او ضحك او خروج عن النص. ده اكيد. بص يعني انا اشتغلت مع امين قبل كده، بس كنا بنصور ما وراء الطبيعه، كان رعب. آه. مختلف خالص وظروف تانية تماما طبعا.
بس انا بالنسبه لي شغلي مع امين مطمئن، يعني انا بحس ان انا مطمنه جدا، بحس ان انا في ايد امينه وبحس ان انا قدام ممثل مثقف وبيدعم كل الناس اللي حواليه وبيركز في تفاصيل انا بتعلم منها. فبالنسبه لي في كل مره بتبقى تجربه جديده وبتعلم منها حاجات وبتبسط بيها جدا. خلصتوا كم حلقه لحد دلوقتي؟ لا ما اعرفش بالحلقات انا مش انتاج لا يعني ما بتبقوش عارفين يعني مش عارفه كام حلقه، بس يعني احنا خلاص بنخلص. خلاص قربتوا يعني؟ قربنا. طب دي حاجه لطيفه جدا. مين الاكثر سيطره على الافيهات اللي بتتقال، ساره هجرس ولا امين؟ لا يعني في ساره وفي شريف وفي ومحمود يعني في ناس كتير جدا، بس كله هو ده ميكس ما بين كل الناس. يعني بأمين على فكرة، بحاتم، بطاها، يعني كل الناس مشاركة في كل الإفيهات الصراحة، يعني محدش كله بيشارك. الحمد لله جات لنا الفرصة، فيعني كلنا بنستغلها على قد ما نقدر. بما انك مش عاوزة تحرقي لي حاجة فانا الامر لله ومن قبل ومن بعد مضطر استسلم عند هذا الحد. عايزين نقول لك مبروك مرة تانية على المسلسل، تحياتنا ليكو. واضح جدا من الريفيوز اللي عمالة تتكتب حتى على السوشيال ميديا انه الناس كلها بتتابع بكثافة المسلسل، فغالبا هيبقى واحد من هيبقى من التوب فايف غالبا في رمضان السنة دي، ده لو ما طلعش من واحد يعني. يا رب دعواتكم، يا رب نبقى ضيف خفاف عليكم يا رب ان شاء الله. زي الفل بإذن الله، كل التوفيق ليكوا، وسلمي لنا على أمين سلام مربع والنبي. عينيا، ربنا يخليكي تسلمي. ألف شكر ليك يا آية، كل سنة طيبة مرة تانية ورمضان كريم عليكوا جميعا. تاني هرجع أقول لكم فعلا رمضان السنة دي متنوع تنوع، حاجة مذهلة يعني. بالمناسبة أنا برضو المسلسلات بقى اللي أنا شفتها، مسلسل جعفر العمدة بتاع محمد رمضان، والمسلسل ده انا بقول لك المسلسل ده هيطلع حلو، هيطلع حلو، هيطلع حلو. يعني انا شفت المسلسل او يعني شفت اللي ما تيسر زي ما بيتقال، لسه ما شفتش الحلقه بتاعت النهارده. التركيبه بتاعت المسلسل ماشيه في سكه كده لطيفه. طبعا انا عندي انحياز للسيده زينب، لحي السيده زينب واهل السيده زينب، عندي انحياز حقيقي يعني، واظن دايما انحياز موضوعي يعني، انحيازاتي لآل البيت دايما تلاقيها تتضح احيانا في كلامي. بس المسلسل ده السنه دي أنا بظنه هيطلع واحد من أقوى المسلسلات إن لم يكن أقواها لمحمد رمضان. فبس كده لحد كده بقى نطلع فاصل وناخد بعضنا ونرجع بعد الفاصل نكمل كلام، بس هيبقى عن الاقتصاد بقى ونتكلم عن العملات الرقمية ويا ترى إيه اللي هيحصل عندنا في مصر. حدوتة. بس بالمناسبة الدراما الرمضانية الضيف مستمر معانا على هذه المائدة غير المستديرة، استنونا. شوية اقتصاد بقى كده. حضرتك تسمع من سنين عن حاجة اسمها العملات المشفرة، صح كده؟ في بقى منها كتير، إيثيريوم، كريبتو كوين، حدث ولا حرج، مئات بل قل فعلا آلاف من العملات المشفرة موجودة حول العالم. حلو قوي. طيب البنوك المركزية حول العالم لا تتعامل بهذه العملات المشفرة، على أقل تقدير البنوك المركزية لدى الدول والاقتصادات الكبرى اللي بتتعامل طول الوقت بمنهج واضح جدا في شفافية التعاملات المصرفية. ماشي. بعد كده بدأت بعض البنوك تاخد قرار أنها تصدر عملات رقمية موازية لعملاتها صدرة عن البنك المركزي. يعني مثلا الصين طلعت عملتها الرقمية بتاعتها، يقال ان الولايات المتحدة الأمريكية تبحث هذا الموضوع، كذلك قيل والله أعلم انه البنك المركزي أيضا عندنا هنا في مصر يبحث مسألة إصدار عملة رقمية مصرية، فليكن مثلا اسمها المبدئي الجنيه الرقمي. السؤال بقى ليه؟ أهمية ده إيه؟ وإن حدث يؤثر علينا إزاي إيجاباً؟ هنتعامل بيه في أي إطار؟ هل هيبقى المواطنين بيتعاملوا بيه ولا دي هتبقى تبادلات عملات ما بين الحكومات، ما بين الحكومة المصرية والحكومات حول العالم وهكذا؟ خلونا ناخد معانا على التليفون دكتور محمد شادي الخبير الاقتصادي. أهلاً بيك يا دكتور
وكل سنه وانت طيب. اهلا بحضرتك المشاهدين وحضرتك طيب يا رب، وربنا يعيد الايام على حضرتك وعلى المصريين كلهم. علينا جميعا يا رب. احكي لي على قصه انه البنك المركزي يدرس او يفكر او يبحث مساله اصدار عمله رقميه مصريه رسميه. طيب، هو بدايه بس زي ما حضرتك كنت بتتكلم، احنا المفروض الاول نميز بين العملات المشفره اللي بتتداول دلوقتي والعملات الرقميه الرسميه. ايه الفرق بينهم؟ الفرق ما بين الاثنين الاساسي ان العملات المشفره دي عملات مجهوله المصدر، مفيش سيطره عليها، يعني بتعدن وبتتداول بدون اي تدخل من اي جهه رسميه، وبالتالي قيمتها يعني هي قيمه الكهرباء اللي اتدفعت عشان تطلع. عكس خالص مثلا الدولار الرقمي ولا الرمبيني الرقمي ولا الجنيه الرقمي لما يبقى موجود، ده اصوله موجوده له، العمله لها اصول عند البنك المركزي اللي بيصدرها. حلو. وبالتالي هتلاقي حضرتك عدد لا نهائي من التحذيرات البنوك المركزيه بتصدره، منهم البنك المركزي المصري من اسبوعين بس كان طلع التحذير الرابع من التعامل في العملات المشفره، ومع ذلك في نفس الاتجاه بيفكر دلوقتي ان هو واكثر من 80 بنك مركزي حوالين العالم بيفكروا ان هم يصدروا عملات رقميه. طب ليه البنوك المركزيه بتعمل دوت؟ عشان حاجتين. الحاجه الاولى انه العملات الرقميه اولا اصدارها يعني بيقلل فرص انتشار العملات المشفره الغير رسميه في الاقتصاد الموجود، في الاقتصاد المصري مثلا. لانه زي ما حضرتك دلوقتي يعني كنت بتقول انه في اتجاه كبير جدا عند عدد كبير جدا من المستثمرين ان هم يدخلوا في العملات المشفره بسبب سهوله استخدامها، وبسبب ان هي بتتداول بشكل سري اكتر، وبسبب يعني عدد كبير جدا من المزايا. المشكله انه هذه العملات لو انتشرت بكثافه البنك المركزي او البنوك المركزيه هتفقد قدرتها على السيطره على الاقتصاد. ازاي؟ البنك المركزي بيتحكم في الاقتصاد في الجانب النقدي منه عن طريق اساسا السيطره على النقد. يعني مثلا دلوقتي بتلاقي حضرتك البنك المركزي بيرفع سعر الفايده على الجنيه، فالناس بتروح توزع فلوسها في البنوك، فبيقلل النقد المتداول مع الناس. طب لو البنك المركزي بقت فيه عمله بتتداول في داخل الاقتصاد بتاعه غير العمله الرسميه بتاعته، ما عادش هيقدر يسيطر على الاقتصاد، وبالتالي يبقى الاقتصاد المصري كله او الاقتصاد المحلي كله خاضع لسيطره مجموعه من المعدنين اللي احنا مش عارفين هم مين، ربما بقى ناس اصلا يعني بتنوي شرا بالاقتصاد الوطني، وحضرتك كده بتنقل سيطره الاقتصاد بتاع السيطره على الاقتصاد بتاعك كله الى جهات خارجيه. ده اولا. بالتالي دي مساله امن قومي البنوك المركزيه كلها عاوزه تدخل فيها علشان تقفل الثغره دي، يعني بدل ما انا بتداول جوه بلدي عملات مشفره انا ما اعرفش عنها حاجه وماليش اسيطر عليها، يبقى بيتعامل بعمله انا اللي بسيطر عليها. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه انه العملات الرقميه هي الترند الجديد، لانه العمله الرقميه ده مجرد يعني لما نوصل اللي احنا كلنا بنتعامل بعملات رقميه، ده مجرد رقم يعني سجل مسجل فيه سجل كبير جدا من البلوك تشين او من يعني من السجلات الالكترونيه اللي عند البنك، وبالتالي لن يكلف اصدارها لا طباعه ولا توزيع ولا نقل ولا الكلام ده كله. دي تاني حاجه. ثالث حاجه والاهم بقى انه هيسهل بشكل كبير جدا التعاملات ما بين الدول. يعني دلوقتي مثلا زي ما حضرتك عارف مثلا يعني العدد كبير جدا من الدول اكثر من 27 دوله بتخضع لعقوبات من جانب الولايات المتحده الامريكيه، وبالتالي الدول اللي بتخضع للعقوبات دي بيبقى عندها مشاكل ضخمه للغايه بشكل كبير خالص يعني في التعامل مع الدول الاخرى، بسبب انه النقد علشان يتنقل، النقد ده ماده فلوس عاوزين ننقلها. مثلا البنك المركزي الروسي مثلا عنده دولاراته في الخارج عاوز ينقلها ما بين دوله او الثانيه، وبالتالي لازم ينقل الدولارات دي ما بينهم. لا، عكس خالص العملات الرقميه اللي بتتنقل واير، بتتنقل بتحويلات الكترونيه، وبالتالي ده بيعزز نظم المدفوعات بتاعت الدول، وبالتالي بيزود استقبال الدوله وبيعزز مكانتها في نظام عالمي زي ما حضرتك شايف كده بتسوده النزاعات وبتسوده عدم المعقوليه الموجوده دلوقتي. يعني احنا دلوقتي عندنا زي ما حضرتك بتشوف كده تصاعد بشكل كبير جدا للنزاع في العالم، كل ما النزاع يتصاعد كل ما دول العالم عاوزه تحصن نفسها. طبعا انا بقول لحضرتك ان اكثر من 80 بنك وفقا لبنك التسويات بنك التسويات الدولي بيبحثوا دلوقتي اصدار عملات رقميه علشان كل المزايا اللي بقول لحضرتك عليها دي.
وبالتالي البنك المركزي المصري كواحد من البنوك المركزيه بتاعت الدول يعني الكبرى في الـ في الـ في الـ في الـ في, الـ في, الـ في الاقتصاد العالمي، يعني اكبر من اكبر 30 اقتصاد في العالم. صحيح. بيفكر تفكير جدي ان هو كمان يبقى عنده عمله رقميه علشان يحقق الفوائد بتاعتها. بس خد بالك حضرتك ان اصدار العمله الرقميه ده مش حاجه سهله، لانه كمان معاه تحديات كبيره جدا تتعلق بقى بالامن السيبراني وتتعلق طبعا بتامين العمله نفسها وتامين نسخ اصدارها وهكذا طبعا. علشان كده الموضوع يحتاج حرفيا لدراسه زي ما يعني الخبر بيقول، يعني لانه الموضوع زي ما هو له مزايا عديده زي ما هو له مشاكل عديده، لانه العمله دلوقتي اللي احنا بنتكلم عليها دي بقت سجل الكتروني موجود على 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 الشبكه الدوليه للمعلومات، لو مش متامن كفايه ممكن يحصل ممكن يتم اختراق الانكريبشن ده، وبالتالي يعني يتم اختراق العمله وبالتالي يتم العبث بها ثم انهيارها لا قدر الله في حال من الاحوال، وبالتالي بتدرس المساله بمنتهى العنايه ما فيهاش هزار. صحيح. اتفضل يا فندم، اتفضل كمل. وبالتالي الـ 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 الموضوع يعني مش زي ما يعني الـ 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 الناس فاكره او الناس بتنادي، يعني انه اذا كان يعني مبرمج عمل عمله رقميه ليه ما نقدرش نعمل احنا كمان عمله رقميه، والدنيا يعني او الدول الكبرى ليه ما تقدرش تعمل عمله رقميه، ولو الموضوع بالسهوله دي كان عندنا مثلا حاجه زي مثلا يعني الولايات المتحده الامريكيه ولا بريطانيا ولا 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 الصين اصدروا العملات الرقميه بتاعتهم. عاوز اقول لحضرتك مثلا ان واحد من اهم الـ يعني التطورات في الاقتصاد العالمي اللي العالم منتظرها هو الرمبيني الالكتروني او الرمبيني الرقمي، ومع ذلك يعني العالم كله مستني الرمبيني الرقمي علشان ده يقلل سيطره الدولار شويه على الاقتصاد العالمي. صحيح. ومع ذلك الصين بتقدم خطوه وبترجع خطوه في اصداره، لان هي عارفه التحديات اللي منتظره اصداره، وبالتالي الموضوع زي ما له مزايا كبيره جدا. زي ما بقول لحضرتك كده هيحصل انفتاح كبير جدا في الاقتصاد العالمي بعد اصدار العملات الرقميه المرعية يعني من البنوك المركزية، لكن كمان جايب معاه طن من التحديات لازم يدرس بعناية علشان ما نواجهش مشاكل زي المشاكل اللي بنواجهها دلوقتي، اللي هو بقى ايه نلاقي ضغوط ما كانش محسوب لها حساب، او يعني ضغوط يعني مش متخطط لها زي ما بيحصل دلوقتي مثلا في النظام المصرفي الامريكي وخلافه. وعلشان كده هتلاقي حضرتك الدول حريصة حرص شديد جدا، رغم ان هي عمالة تحذر من التعامل في العملات المشفره، في نفس الوقت تدرس اصدار عملات رقميه تحل محلها، وفي نفس الوقت متحسبه تحسب شديد جدا للاصدار. على ما يبدو كده يا دكتور لازم تنورنا في رمضان، يبقى بالمره نعيد عليك ونقعد نتكلم عن الحكايه دي كده ايه بالراحه وعلى رواق، واحنا بنخلص بدري في رمضان يعني عمليا بنخلص زي دلوقتي. اشكرك جدا 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 يا دكتور، كل الشكر للدكتور محمد شادي الخبير الاقتصادي في حديث حول دراسه البنك المركزي المصري، دراسه تاني دراسة متأنية وافية بمنتهى العناية فيهاش أي تعجل. ده مش خبر إن مصر هتطلع عملة رقمية، مصر بتدرس، وده طبقا لهذا الخبر. فرق كبير ما بين العملات المشفرة اللي أسعارها خاضعة لفكرة المضاربة أو العبث من قبل المسؤولين عنها، وما بين العملات الرقمية الخاضعة لبنوكها المركزية واللي مستندة على اقتصاد دولها بالأساس. ده الفرق الرئيسي ما بين الحاجتين. خلصت الحلقة لحد كده سادة، لو كلنا العمر بإذن الله نقابلكم بكرة في نفس الميعاد وبرنامجكم التاسعة. كل سنة وانتم طيبين وسلامات.